فوائد الكركم تكاد لا تعد ولا تحصى، فهو يستخدم لعلاج العديد من المشاكل الصحية. من فوائد الكركم أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والمواد المضادة للفيروسات وللجراثيم والفطريات، بالإضافة لاحتوائه على خصائص مضادة للسرطان والمواد المضادة للالتهابات، ما أكسبه خصائص علاجية عديدة. يعتبر علاج طبيعي لالتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي، كما أنه يساعد على التقليل من الالتهابات المرتبطة بالربو. هو فعال لمقاومة نزلات البرد والسعال والإنفلونزا باعتباره مادة مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما أنه يساعد على تحفيز جهاز مناعة الجسم، وبهذا يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم لكوب من الحليب الدافئ وشربه قبل الذهاب إلى الفراش للمنع والوقاية من أي التهابات.